سلام البنات، اليوم غادي نجرب معاكم حلوة تركية دايرة ضجة بزاف اللي هي سميتها لقمة السلطان. فأنا أول مرة غادي نجربها وغادي نشاركها معاكم وغادي نقول لكم تجربتي معاها كيفاش جاتني، وخليكم مع الفيديو حتى الآخر وغادي تسمعوا الرأي ديالي فيها. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد التحلية تركية هي رائعة بزاف، وحتى المقادير ديالها بسيطة وسريعة في التحضير، اقتصادية يعني في المتناول ديال الجميع. فقط تبقى تتبقى الكمية على حسب الاشخاص، وتتبقى حتى النوع ديال المقادير تيبقى داكشي اللي متوفر عندك في البيت تقدري تبدلي به. فبالنسبة لهاد التحلية هنايا عندي واحد الميكس تاع كاوكاو مطحون مع داك البقايا ديال الجينواز اللي كتشيط ليا. فانا ما كنلوحش البقايا ديال الجينواز، كنخبيها عندي في المجمد، ملي كنبغيها كنجبدها. فهنا طحنتها مزيان، وهنايا طحنت معاها الكاوكاو. اللي ما متوفرش عنده الكاوكاو او البقايا ديال الكيك يقدر يعوضها بالكوك او لا البسكويت مطحون، يعني نفس الشيء، فقط كيختلف غير شنو متوفر عندك. اللي بغات دير البسكويت ديرو، بغات الكوك ديرو، بغات الكاوكاو مطحون والبسكوي يديرو، واللي عنده حتى اللوز يديرو، بيساج يديرو. فقط تتوقع على حسب الامكانيه ديال كل شخص. هنا عندي واحد الكوب ديال سكر سنيده، وهنا عندي واحد الكوب ديال الطحين ديال الفورس الدقيق الابيض. فهنا المقدار كاس ديال العنبه كبير. هنا عندي واحد جوج معالق كبار نتاع سكر عفوا ديال الفانيليا سائله، تقدروا تعوضوها بالسكر فانيليا. هنا عندي واحد المقدار ديال 3 معالق كبار نتاع نوتيلا، تقدري تعوضوها بالشوكولات العادي فقط، تقريبا حوالي 1 ل60 غرام. هنا عندي واحد 2 معالق كبار حتى 3 نتاع الكاكاو المر، وهنا عندي معلقه كبيره نتاع الزبده، وهنا عندي لتر نتاع الحليب. فدابا غادي ندوز معكم الطريقه ديال التحضير. فهنا عندي واحد اللاطه اللي ما تكونش كبيره بزاف، فقط على هذا القياس، يعني القياس اللي غادي يجينا فيه. هنا غادي ناخذ هذاك الميكس تاع الكاوكاو والجينواز مطحون، غادي نسرحو كامل على هذا الشكل، غادي نوزعو في اللاطه بحال هكا، خاص يكون متساوي. تنبركو عليه بحال هكا باليد ديالنا، ما بغاش يستعمل يدو يقدر يستعملها بشي معلقه هكا ولا مغرفه. فانا كنفضل نستعمل اليد ديالي باش داكشي يكون مقاد، يكون متساوي، ما يكونش بحال هكا. شي خاصك ضروري تبركو عليه بحال هكا باش يلصق. فقبل اللاطه تكون الكاغط عفوا الكاغط ديال الزبده، يكون الورق ديال الزبده يكون مدهون بالزبده ضروري باش هاد الخليط يلصق. فدابا غادي ندوز لواحد فهنا خديت واحد الكاميله اولا كاسرول، درت فيها داك الاترو ديال الحليب ديالي سخون. من بعد غادي نضيف عليه كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليه الفاني، غادي نخلط الخليط مزيان، نزيدو فيه السكر، من بعد غادي نضيف الكوب ديال الدقيق ديالي، غادي نستمر في الخلط. ومن بعد غادي نضيف كاكاو، وغادي نكمل في الخلط، غادي نبقى نخلط في الخليط ديالي حتى يبدا قاد معانا والعافيه تكون مهيله. فكيف تشوفوا معايا صافي دابا راه اختارت، وما تزقاوش على من التحريك، يعني ملي كتبدا ملي كنحطوا الخليط على البوطه وحنايا تنحركوا في البخار ما غاديش يبان. صافي دابا طفيت على البوطه وحيدتها من فوق، حيدتها من فوق البوطه. دابا غادي نبقى نحرك باش ما يبقاوش عندي دوك التكتلات، ما خاصهمش يبقاو. صافي كيف تشوفوا راه قادت الخليط، نتمنى يكون الرؤيه واضحه. هنا دابا غادي نضيف ديك المعلقه كبيره نتاع الزبده، وغادي نخلط الخليط مزيان.
غادي نحيد هاد السباتيلا وغادي ندير غادي نخدم بالرابيه ديالي. من بعد دابا غادي نضيف الشوكولاط نتاعنا على الخليط وغادي نستمر في الخلط. فدابا صافي الخليط ديالي وجد. اللي ما متوفرش عنده الشوكولاط وما بغاش يديرو ما يديروش، ماشي مشكل، فقط هو تزيد واحد البنه في المهلبيه هذه. صافي دابا غادي ناخذ الخليط ديالي وغادي نفرغه فوق هاد فوق اللاطه، غادي نصبو ومن بعد غادي نحاول نسرحو في كاع الجوانب مزيان، ومن بعد غادي نغطيه بالسلوفان وندخل الثلاجه يبرد. فانا دابا عملت معكم هاد التحليه مع الخمسه ديال العشيه، انا غادي نتركو حتى الغد ليه، حتى غادي ندوز نكمل غادي نكمل التزيين ديالها. خاصكم تخليوها تبرد مزيان، يعني خمسه السوايع ثلاثه السوايع، ما ديروهاش في المجمد، فقط في الثلاجه يعني في البراد لتحت، وتخليوها حتى تبرد مزيان. هذا غادي ندوزو باش غادي نكملو التزيين ديالها. فدابا غادي نصبها ومن بعد ما تبرد ليا نتلاقى معكم. فهنا غادي نحاول نطفي الفلاش باش يبان معاكم. صافي دابا غادي نوزعها مزيان. من بعد ما ملستها مزيان صافي هنا عملت السلوفان عليها، ودابا غادي ندخلها للثلاجة او المبرد وغادي نخليها حتى تبرد مزيان. بعد ما تبرد ليا نتلاقاو. فالمدة ديال اللي غادي نتركوها في الثلاجة 4 سوايع، ومن الاحسن تخليوها تبات باش تبرد مزيان فاش نكونوا نلويو فيها ما تزقردش لينا. فالبنات هنايا بالنسبه للثاني اليوم اللي غادي نصايب معكم فيه الكريمه، فبالنسبه للكريمه اللي غادي نزين بها التحليه ديالنا، هنايا عندي واحد نصف لتر نتاع الكريم السائله، وهنايا عندي الاناناس معلب مقطع المربعات صغيره، فهذا كيبقى اختياري اللي بغى يديروا اللي مبغاش ما يديروش. هنا عندي واحد 4 الباكيات ديال ميروندينا كيك وفرت على هذا الشكل، وتقدروا تعوضوه باش ما بغيتوا، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، فقط يدير غير الكريمه بحدها. فبالنسبه للكريمه غادي نطلعها دابا مع شويه ديال السكر، فهادي ما عنديش حلوه ديال الطبخ، غادي نطلعها مع شويه ديال السكر، ومن بعد ما غادي نطلع غادي ندوز معكم باش نوريكم اشنو غادي ندير بها. فهنا بعد ما طلعت الكريمه نتاع السائله بالسكر، هنا ضفت شويه ديال الاناناس معلب فقط 2 معالق، فغادي نخلط الماجيز مزيان، ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تتشد شويه في راسها، وعاد غادي ندوز باش غادي نحطها على التحليه نتاعي. فهنا بعد ما بات التحليه ديالنا في الثلاجه يعني ليله، فتعملتها معاكم البارح في الليل، فدابا بعد ما بردت مزيان كيف تشوفوا، دابا غادي ناخذ الكريمه نتاعي اللي صايبت وغادي نحاول نوزعها فوقها. فمن بعد ما وزعت الكريمه ووزعت حتى الميروندينا اللي فرتتها معاكم بحال هذا الشكل، فدابا غادي نبدا نقطع فيها على شكل مستطيلات صغار. فهنا كنجي الوسط ديال كيف تشوفوا بحال هكا، فهمت هابطه كنحاول نقسمها من الوسط، ومن بعد شنطة نقطع فيها على شكل كنجي الوسط بحال هكا ديال كل طرف، وتنقطعو
فاللي بغاهم صغار بزاف تيقسم مثلا هذه على جوج، واللي بغاها كبيره تيخليهم كبار. فانا غادي نستمر على هذا الشكل، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نحاول نلففهم. فمن بعد كنبدا كنهزها بهذا السباتيلا، كنقاد لها الراس ديالها وكنحاول بجوج يدين، كنبدا غادي على بحال هكا وتندلوي فيها كيف تشوفوا بهذا الشكل صافي. من بعد غادي نهزها بسباتيلا وكنحطها في الطبسيل، وتنبقى غادي نستمر على هذا الشكل. من بعد ما غادي نكملها وندخلها تبرد شويه ونطلقها في التقديم ديالها. الصراحه البنات المذاق ديالها يعني كيف قلت لكم، انا اول مره غادي نجربها وشفتها دايره ضجه في مواقع التواصل، وقلت نشاركها معكم ونقول لكم الراي ديالي فيها. فبصراحة المذاق ديالها كيفاش جاني انا بحال الرولي ديال الفلو، المذاق ديال الفلو. فكيف ديك المهلبيه دفنا فيها الشوكولاتة الكاكاو نوتيلا وعمرتها بالكريمه، جاتني انا بحال الفلو مرولي معمر بالكريمه. بصراحه المذاق ديالها زوينه وخفيفه في المذاق ديالها، وتقدروا تشاركوها يعني كتحليه ورا الاكل الضيوف، فهي رائعه بزاف. وكنتمنى منكم تجربوها، ما غاديش تندموا عليها. صراحه عجبتني في المذاق. وهذا هو الفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه شويه. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم، ولكن راها واعره الصراحه. منكم تشاركوا معايا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا باي جديد، وخليوا لي لايك وكومونتير.